مثل ذهب الظمأ وابتلة الحروب. أما قول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا ذكر يراد به الدعاء وهو ثابت يقوله الإنسان إذا أفطر، وليس عند الإفطار، قبل الإفطار، إنما إذا أفطر، لأنه يقول ذهب الظمأ. كيف يقول ذهب الظمأ وهو لما يفطر؟ لا زال الظمأ موجودا، وإنما السنة أن يقال ذلك إذا أفطر الإنسان. فإذا أفطر الإنسان على رطبات أو تمرات وأخذ وشرب الماء فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال العلماء هذا ذكر يراد به الدعاء، يعني أن العبد يتوسل إلى الله بأنه صام طاعة لله وأفطر طاعة لله وثبت الأجر، يعني اللهم ارزقني الأجر وثبته لي واحفظه لي. أما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا لم يثبت، هذا لم يثبت فيما علمت.